مرحبا. عسلامة. لاباس لسعد؟ الحمد لله. خونا لسعد مزاودي تعمل مزود تغني. فن شعبي في حموم العربي، خدمنا في ساليت، خدمنا في برشا بلايص. قداش عندك من عام تغني؟ عندي برشا، عندي جي 20 سنة. شوية 20 سنة. شوية 20 سنة على عمري، مشيت على عمري أنا. شنو تعمل بالضبط في فرقة أنت تغني وكهو؟ نغني ونعملهم الكل. دربك. ندربك ونبندر وكل شيء. خدمت مع سامي كبير؟ خدمت مع لطفي جرمان، خدمت مع عبد الكريم بنزرتي، خدمت مع ليلى سمراني، خدمت مع برشا برشا برشا. اليوم المزودية قعدوا عربية أكثر منهم ينتجوا أغاني نتاع تسمع نتاع. مو تو السوق بتاع ما عادش كي قبل، فهمتي، الكاسيت والاستديو والملحن. تو الغناء تو الغناء تعمل ب 10 ملايين، تعمل 12 مليون، فهمتني؟ ما بين موزع واستديو ما نعرفش دار شنو. كانت قبل تقبلك شركه سوكا ولا سبروكا ولا كارتاج، صوت كارتاج تصرف عليك، هي تاخذ لك الغنيات وذوك البرسنتاج، فهمتني؟ تو عندك ذراعك يعلف. تغني عندك 20 عام، اكيد راك غنيت في بلايص راقيه، بلايص مش نحكوا على بيت، وكي غنيت في بلايص زاد فوضى وشرب و والله غنيت في دار وزير انا بجنب قصر بتاع الرئاسة، وما عنديش برشا تو، عندي جي عامي. حبيت نحكي معاك على المكان. انت واحنا في الاوف حكيت لي انت وصلت. اي خدمت في المرسى، خدمت في بلايص راقية، خدمت في اليدو في صاليت، خدمت في الدبلومات، عروسات ساعات ندخل ونعملوا دخلة تاع عروسة ولا حاجة، البراق كيف كيف. للاسف انت وانت تغني تعرضت للاعتداء. كيف الحكايه؟ والله نغني في حمام نلف انا، فهمتني؟ وعبيت سكاره من هنا من هنا، تلفت لي واحد قال لي اكل الغنيه هذيك نحبك تو تغني لي. قلت له عندي برنامج نخدم فيه تو من بعد انا نغني لك. ما عجبتوش الحكايه، هز شقف بتاع بيره وكسره وضربني في هاي، ضربني به وسط الحفل. في وسط الحفله رست لي في السبيطار نخليته الأرز. العروسات يصير فيهم هكا؟ والله يغزر لي، هو كان قبل فهمتي العروسات متسمي عليها الواحد، اما تو غزر لي. انت والبلاصه اللي تخدم فيها وفما تو راهي العباد الكل تحب الفن الشعبي، راه ومطلوب فن شعبي، حتى العبيد الراقيه تجيب كل فن شعبي. قلت لك قسما بربي العظيم في دار وزير تو عندها عامين، في دار وزير عاملين عواده دي رقدت الحفل، كلموا واحد منهم قالوا له نحب انا مطرب شعبي. كنت في البحر مروح من المرسى في تاكسي، التاكسيست هلبوه يحكيوا معاه، قالوا له نحب انا مطرب شعبي. قال لي اخي انا تو منين معناتها المطرب شعبي باش نجيب؟ قلت له انا راني مطرب شعبي. اي وريته انا اللي وريته فهمتي الفيسبوك بتاعي كل شيء. قال لي واش نذكروا البلاصه وراكي باش تخدم فيه؟ قال لي هاكا باش نهزك تخدم وانت من بعد هاتوك حقك. ها من بعد ما مشيت خدمت ما عطاونيش حقي. ما عطاكش الوزير؟ عطاني الوزير، عطاني بلكي الفرقه هما اللي ما عطاكش حقك. لا تي صارت حكايه هي و شنو الحكايه؟ كي طلع الوزير لداره فوق، هي دار فوق طلع فهمتني الفوق حاسيلو خلى العباد لوتا، وانا حاسيل وذي التاكسيست هو اللي جابني فهمتني؟ على خاطر ما جيتش انا مع العواده، انا على خاطر عواده هاي غنيت مع العواده فن شعبي حاسيل. هيك هاو قلبوني في فلوسي. غنيت في دار وزير قلبك والله العظيم. هو مازال وزير؟ مازال الله يريته. وين؟ لا عندها عامين انت توي. اوكي صحيح. لا عجبكش زين. نحكيه مازال لكن تنحى. انا نمشي نحكيها حتى. لا ما تسميش. ما نسميهوش. غنيت اما هي صدفه خلاتك مشيت تغني في الفرقه. صدفة هي، أنا قلت لك مروح من البحر من المرسى طلعت مع تاكسي، كلموا جماعة العودة قالوا نحب ولا مطرب شعبي. سكر التليفون قال مشي بنا من تو مطرب شعبي يا رب. قلت له أنا راني مطرب شعبي. قال لي بالحق تحكي. وريته فيسبوك كي شاف الحفلات اللي خدمها مان. قال لي مان مش نزك البلاصة راقية باش تخدم فيها تو تخدم ويعطوك حقك. ياك خدمته مع مشيت للمكان ولا مشيت بدلته؟ لا مشيت بالوقت والله. غنيت في بونتا كور وفي مريول نسد وعاملك الواحد وبكاسكيت، وما حبوا على الجو، يحبوا على الجو حصير. وانا دخلت هكايا
نغني كي وهم هبطوا يشطحوا الكل وهبطوا عملوا جو وعملوا جو مش نورمال. شنو تغني نغني مطرب شعبي نغني لطفي جرمان نغني نور الدين قحلاوي نغني هذه حبوبه نغني اللي تحب انت مطرب نغني له انا. وهل عندك صوت؟ والله هكا تو يتفرجوا فيا اللي يعرفوا. شنو اسمك؟ يعرفون. لا سعد العمدوني نسكن في الدندي انا. سعد العمدوني. كيفاش كان غرام؟ من الصغير. من الصغير هربت من المكتب وهربت من الواحد كل مزود يصير نطلع فوق السطح نسمع عاملين الشيره بتاع الرفوخ نعمل كي نمشي نحب نغني هكا نحب نعمل نومر ولا ندربك. لا سعد اليوم مزاودي فنان اون فان كونت الفنان وخاصه كي تكون عنده الموهبه لازم شكله كان يكون مهم. تلبس سبور تلبس كاسكيت حتى ولو حفله فجائيه مشيت لها بشورت ما هي فجائيه جات على خاطر انا قلت له انا خلينا نمشي نبدل انا ليه قال لي شو تطور قال لي باش تدخل تعمل نومر وكهو فهمتني قال لي نورمال امشي برك اعمل نومر وبر على روحك فهمت طلبتهم فلوس باش خلي قالوا له ما عندناش نحن ما نعرفش برا تفاهم مع شكون تفاهم مع شكون اللي جابك وتفاهم مع شكون خرجوني بورتيات حاصيلو قالوا لي برمشي روح برمشي روح والله عنده عامين عنده قلبك وزير ليه والله بالك شي مش هو بالك اكيد اكيد نفدك كويس طبيعي طبيعي صحيت موجوده مع الفرقه صحيت طبيعي موجود يعلم ربي هو شكون اللي قلبني وبينه وبين مربي تاني خدم انا والله زويول نمشي لهم بلاش ولا في دندان تو دندان راه كل نغني فيهم بلاش محلاها الفازه شنو هي فازه بدي استنى وقت يصير بروخ ولا يصير حاجه كي فرح يعيطوا لي انا يقولوا لي يجي غني وتو نعطوك نسيب لك تب نقول لهم لا مش نسيب لك تب ونزيد العروس نعاونه في الكنسترو بتاعه ولا تحومه يا بدي انا غرام انا فهمتني مغروم انا شنو معناتها عامل منها راس مال واللباس الحمد لله انت غرام وموهوب اي غيرك انت ما عندوش صوت اصلا وبالسيف يلصق في روحه فناش تعديت في الاذاعه انا مرتين فهمتني انت ماكش قابل انك تكون كفنان تقدم روحك كمجتمع كفنان انت عندك موهبه وتغني وعندك صوت ضيع يكون الفن الشعبي نحبه من الصغير يراضوا مع الحليب يعني ما مشيتش معاك انك تكون مشهور خرجت من المكتب وخرجت وهملت من المكتب وهملت من دارنا وين يلوجوا علينا دارنا على خاطر الفن الشعبي خرجت من القرايه على خاطر الفن الشعبي فن على خاطر الفن الشعبي خدمت مع سامي قداش من عام؟ بلت في جرمانة مثلا في جرمانة خدمت معاه يجي عامين ثلاثة عامين اما عازف في قاع مش نغني عازف في قاع خدمت معاه برشا ما برشا ديما العازف في قاع الفنان الشعبي اغلبيتهم يدخل يبدا مع عازف في قاع عازف في قاع اسامي كبيرة في تونس هما بيدهم عازف في قاع كانوا فوزي بن قمرة كان عازف في قاع لطفي كان عازف في قاع حبيب الشنكاوي كان عازف في قاع يبندر ولا يدربك ولا كذا من بعد يعمل كي يبدا عنده صوت اي بن قمرة كان عازف في قاع كان مع سميه الحطاب عازف في قاع الفن الشعبي مازال مطلوب برشا اليوم نحكي مهرجانات مهرجانات مش للاسف مش مطلوب مهرجانات تتعاتب المعارف تو البارح كاظم السير جايبينه بمليار واش كان جايبوا اربعه توانسه وغناوا وعطاهم يمكن 400 مليون راهم شاي وغناوا راه حفله خير منهم يا وليد التونسي يدخل الكرتاج يحفلها نور الدين كحلاوي يستحق هذوما نحكي لك هذوما راهم سلاطين راهم نحكي لك هذا نور الدين كحلاوي راهو السلطان تاع الفن الشعبي تعلمنا عليه الفن الشعب بنته زاد هكا كيف كيف مريم ما مازالت تسحق لا لا مش كرتاج لا لازم نور الدين اي مازال لا هم عملوا لازم انتاج كبير عملوا حفله في المسرح جماعيه فهمني تنجم تطلع مع ابوها تعمل النومر وتعمل نومر مع ابوها فما برشا اسامي تستحق تطلع كي سمير لوسيف سمير لوسيف خدم في كرتاج حفل العبيد هاجت مع الكل فهمتني وليد التونسي كيف كيف فما المزاودية فما 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 اسمه الماجري بتاعنا الماجري يخدم فن شعبي زاد ماجري ما يخدم عروبي والله اسمه غب احمد مش احمد الماجري تنقل الليله تنقل لك الماجري يا ربي حني تذكروا مش ولا سامي كبيره شكرا كاو يرحم بفضل